السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة أم سندس. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكب كيك أو ليموفي اللي غادي ندير لهم لكريم من الفوق بالغاناش مونتي بالشكلات بالحليب. وغادي نخلي لكم دابا مع المقادير تاع ليموفين، نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو جوج بيضات، ساشي تاع الخميرة تاع الحلوة 15 غرام، وساشي تاع الفاني، والكاس تاع اللبن، وكاس مع مرش تاع الزيت 100 ملل ما يعادل 100 ملل، وكاس تاع السكر سنيدة ما يعادل 150 غرام. وهنايا عندي 50 غرام تاع الكاكاو، وعندي 300 غرام تاع الدقيق. وبالنسبة للدقيق مهم ديما كيبقى على حسب نوعية الدقيق وعلى حسب الكمية. ودابا غادي ندوز للطريقة. بسم الله. بالنسبة للبيض يكونوا في حرارة المطبخ، خرجوا من الثلاجة من قبل. غادي نطرب البيض شوية. غادي نزيد السكر كاملة. ودابا غادي نزيد الزيت حتى تستمر التحريك مع التحريك. ساشي تاع الفاني، دابا غادي تنزيد اللبن. المهم حتى تحصلوا على خليط على هذا الشكل، قهوة على هذا الشكل. ودابا ما بقى ليا غير نزيد الخميره. هنايا هو الدقيق راه ما استعملتوش كامل. دابا نقول لكم شحال بالضبط.
هنا غادي نعبر معكم شحال استعملت تاع الدقيق. 126 اللي بقات ليا هنايا، استعملت 175 تاع الدقيق اللي استعملت. دابا ندوز معكم نعمر لي الدقيق. المهم هذا حضرت فيه، درت فيه ديجا هاد الكريختات. ندير معلقه، ما غاديش نعمر بزاف حيت ندير لهم لاكريم من بعد. غادي نكتب فيه بيهم على هاد الشكل وغادي نرجع نديرهم يطيبوا ونرجع لكم من بعد ما يطيبوا. وهنايا صافي ها هما لي كاب كيك من بعد ما خرجتهم من الفران. هنايا غادي نخليهم حتى الغد لي عاد غادي ندير لهم الكريمه. كما كتشوفوا راه قلت لكم ما عمرتهمش حيت غادي نزوقهم بالكريمه. وهنايا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كي كيجيو خفاف وزوينين بزاف. تقدروا ديروهم للوليدات للفطور، كيجيو رائعين. وهنايا هادو درت عمرتهم، درت لهم جوج معالق تاع الخليط وطلعوا على هذا الشكل كما كتشوفوا. جاوا غزالين وطالعين بزاف. اللي ما بغاتش دير لها الكريمه ديرهم غير الفطور على هذا الشكل. ملعقه صغيره تاع الزبده والشوكولات استعملت هذا تاع كيندر. المهم الشوكولات عادي غادي ندوبهم وغادي نديرهم وسط الكيك. دابا تشوفوا ودابا غادي ندوز باش ندير لهم تقريبا شويه من الوسط باش ندير داك الفوندي. باش ندير لهم الشوكولات من الفوق من الوسط كما كتشوفوا. دابا كنخد هاد الشوكولات اللي دوبت مع الزبده كنديرها من الوسط على هاد الشكل. كنسدها وبدا نحطو نفس الشيء التنسالي. وهنايا هو الكرناش مونتي بالشوكولات كما كتشوفوا. شفتوا كي كيجي رائع وواقف. تقدروا تذوقوا به اي كيك وتقدروا تعمروا به حتى الكيكه تاع عيد الميلاد. بالنسبه للطريقه تاع الكرناش مونتي غادي نخلي لكم لوليان تاعو في صندوق الوصف، راه درتي في فيديو خاص.
وصافي دابا غادي ندوز الكاب كيك، ندير لهم الكريمة كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. مهم كنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي، كندير لهم نفس الشكل على الشكل كما كتشوفوا معايا. ودابا صافي ما بقى لي غير التزيين، غادي ندير لهم هذا البسكوي من الفوق. تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتوا، ماشي ضروري نفس البسكوي. هذاك الشكل الاخر درت لي هذا تاع السيجار. المهم كيما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبه. وبالنسبه لهاد الاخرين غادي ندير لهم غير العقيقات من الفوق. فهاد الصينية حيت غادي ندوز باش ندير لهم لاصوص. ودابا غادي ندوز باش ندير لهم هاد العقيق للتزيين.
هنا صافي ها هما لي كاب كيك من بعد ما ساليتهم التزيين تاع الكريمه، الشكل النهائي تاعهم، الاشكال اللي شاركت معكم. انا عجبني هذا الشكل كما كتشوفوا، جا هو في المنظر حسن. وكنتمنى الفيديو تاع اليوم انكم تستفدوا منه، وتخليوا لي لي كومونتير ولي جيم، وتشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوا الفيديو تاعي. وبسلامه عليكم، تلقوا فيديو جديد ان شاء الله.